قولي لي عملتي ايه؟ بقول لك قفل الباب في وشي، عايز استفرد بالراجل عشان ما نعرفش دفع له كام. يا راجل ما تستربحش، استنى لما نشوف قالها ايه. ضحك عليها طبعا، اداها لقمه وهو عكن بيتي بغير. عارفه ما خدش حاجه لنفسه، الفلوس اللي خدها كلها من صاحب المحل اديها لي. اهي اهي يا اخويا اهي. ده قفاه يا راجل. ها يا اختي ايه ده؟ هب ايه ده؟ كومبياله؟ لا يا حادق، ده 300 جنيه. قلتي كم؟ 300 ديك يا وليا، كل واحد يغرى اخوه في عز الظهر الاحمر. اسمعي يا اختي، الشتا داخل، احنا نجيب لنا كلنا كده توكا ستور مدعم. وامي؟ وامي اللي قاعده بالعيال في طنطا، مش نجيب لها حاجه عشان تخلي بالها منهم؟ عايز تبعت لها ايه؟ ده العادي. نبعت لها حبل. حبلف؟ اه يا راجل، الولية كبرت على الحبلف. يا كبرت؟ هات يا فوق، مفيش ولا مليم حندفة في حاجة من اللي بتقول عليها دي.